تبعا للموضوع ينضم إلينا من موسكو سيرجي فيلاتوف المحلل السياسي في مجلة الحياة الدولية الروسية، ومن نيويورك المحلل السياسي أحمد فتحي. إذا أرحب بضيفي وأبدأ مع السيد أحمد فتحي من نيويورك. أوباما يتباهى في خطاب الاتحاد بما أسماه تمزيق الاقتصاد الروسي، برأيك لماذا هذه اللهجة العدائية تجاه روسيا وهي التي تدعو دائما إلى الحوار؟ خطاب الاتحاد يعني يحمل نبرة صوت، هذه المرة أنا أراها أنها أكثر مرة تحدث فيها أوباما بثقة. أكثر من 80 أو 90% من محتوى الخطاب كان موجه للشأن الداخلي والملفات الاقتصادية والاجتماعية. أوباما يرى هذه النظرة يعني قياسا على انهيار سعر الروبل وتهاوي أسعار البترول التي تمثل يعني صادرات الطاقة تمثل حوالي 70% من إيرادات العملات الأجنبية في الميزانية الروسية، فبالتالي هذا يمثل ضغوط، فهذا من وجهة نظره، ولكن ربما لم يحالفه الحظ في اختيار التعبير المناسب، لأن كلمة تمزيق أنا لا أراها كاقتصادي في المقام الأول، لا أراها أنها وصلت إلى هذه المرحلة بعد، ولكن بكل تأكيد يوجد ضغوط وصعوبات الاقتصاد الروسي في هذه الفترة. نعم، طب سيد فيلاتوف من موسكو، أوباما اتهم روسيا بالعدوان على أوكرانيا وأعلن دعمه للديمقراطية في هذا البلد، برأيك على ما يستند الرئيس الأمريكي في اتهامات هذه لموسكو؟ الحقائق هي كما يلي: مجموعة من المستشارين الأمريكيين موجودون في كييف لمدة عام بعدما بدأت الاضطرابات في الميدان هناك، والآن الطابق الرابع من مبنى جهاز الأمن الأوكراني تشغله مجموعة من عناصر المخابرات الأمريكية، وعندما يأتي نائب الرئيس بايدن إلى كييف ويعقد اللقاءات ويجلس على قائمة الطاولة ومن حول القيادة الأوكرانية، وأنا أستطيع هنا إيراد حقائق لتدخل الولايات المتحدة في الوضع في أوكرانيا. لافروف قال اليوم اعطونا دليلا واحدا بأن هناك جندي روسي في أوكرانيا. الأمريكان يتحدثون فقط عن هذا ولكن ليس لديهم من دليل، هي فقط طبيعة الأمريكان أن يتهموا الآخرين من دون دليل. نعم، طب سيد أحمد، كما تحدث السيد فيلاتوف وتحدث عن انخراط أمريكي كبير في الأزمة الأوكرانية وتحدث عن وجود استخباراتي كبير هناك، كيف ترد على مثل هذه الأفكار؟ أنا لا يوجد عندي معلومات مؤكدة بوجود هذا الدعم المخابراتي العالي الكثافة في كييف، ولكن بالطبع يوجد دعم مخابراتي كما يوجد دعم أمني، وقريبا سيأتي الدعم العسكري، وهو ليس فقط من جانب الولايات المتحدة ولكنه من جانب أيضا الحلفاء الأوروبيين. بالنسبة للنقطة التي ذكرها السيد فيلاتوف عن جلوس بايدن على قائمة الطاولة، أنا لا أدري أين عقد هذا الاجتماع، ربما يكون عقد في السفارة الأمريكية، وهو طبق البروتوكول يستطيع أن يتبوأ الطاولة إذا كان عقد على في منطقة أمريكية وعلى أرض أمريكية، وفي هذه الحالة السفارة الأمريكية في كييف تعتبر أرض أمريكية بحكم الأعراف والقوانين الدولية. نعم، طب سيد فيلاتوف، لافروف يقول إن اتفاق مينسك يبقى أساس الحل في الدنباس، برأيك من هي الأطراف التي تعرقل تنفيذ هذا الاتفاق؟ التلفاز يظهر دائما مقاطع تظهر القوات الأوكرانية وهي تقصف مدينتي لوغانسك ودانيسك التي يعيش فيها الناس البسطاء الذين لا يقاتلون ضد العسكريين الأوكران، ولذلك نقول بأن السلطات كييف هي التي لا تتبع هذه البنود، ولكن عندما يقومون كذلك بقصف المنازل بالمدفعية فبالطبع الناس في هاتين المدينتين يقومون ويحملون السلاح للدفاع عن مدنهم، لذلك عندما تتوقف كييف عن قصف هاتين المدينتين فإن ذلك سيكون الخطوة الأولى على ناحية السلام.
نعم. طب سيد أحمد، برأيك هل ترى أن الجهود الغربية والحديث المستمر عن اتفاق مينسك تهدف فعلا إلى التنفيذ الفعلي لهذا الاتفاق على الأرض؟ تم الوصول إلى اتفاقيات عديدة في إطار الأزمة الأوكرانية، ولكن لم يتم التنفيذ على الأرض. أنا كنت متفائل شخصيا، وكنت متفائل باتفاقية جنيف، ولكن عندما تم إرسال مراقبين منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمراقبة وقف إطلاق النار، تم اختطافهم. من يمول ومن يسلح الانفصاليين في شرق أوكرانيا؟ روسيا تنكر أنها لها أي علاقة بهم، فيعني عفوا، من أين يأتون بهذا السلاح الكثيف الذي في أيديهم؟ يحملون السلاح ويوجد لديهم مدفعية ومدرعات إلى آخره، من أين؟ يجب أن يتم الوصول إلى إطار عمل بين الأطراف المتنازعة. يجب أن تنتهي هذه الحرب التي تدور بالوكالة عند نقطة معينة، وهنا أرى أنها يمكن أن البدء في الحديث عن انفراجة في الموقف، ولكن نعم. طالما استمر الحرب، طب دعني أعود إلى السيد فيلاتوف، كيف ترد من أين هذا السلاح وهذا الصمود لوحدات الدفاع الشعبية في دونيتسك ولوغانسك؟ يعني هذه المدة كلها وهم صامدون أمام الضربات المتتالية للقوات الأوكرانية. أحد الروايات الممكنة لذلك بأن هذه الأسلحة هي غنائم تحصل عليها قوات الدفاع الشعبي من القوات الأوكرانية التي تنسحب. من المعروف أن هناك معارك تدور من جانب العسكريين الأمريكان المأجورين وشركات الأمن الخاصة التي قد يكون لها هذا السلاح، لذلك يجب توجيه هذا السؤال إلى كييف، لأنه في نهاية ديسمبر من العام الماضي في مدينتي دنيبرا بتروفسك وزاباروجا كانت هناك صناديق كبيرة من الأسلحة التي أتت من الخارج وتستخدم ضد دونيتسك. لذلك يمكن إيراد العديد من الروايات حول هذه المسألة، ولكن الأساس هنا يجب تبني اتفاقات مينسك والوصول إلى السلام. نعم. طب سيد أحمد، القوات الأوكرانية تقصف المناطق السكنية في دونيتسك ولوغانسك وتحكم الحصار الاقتصادي على هذه المدن، ألا ترى في الأمر ازدواجية للمعايير في ظل الحديث عن مدنيين هنا يتم استهدافهم ومدنيين هناك؟ بالنسبة للانفصاليين في دونيتسك ودونباس، يعني العملية هي أن في النهاية هم مواطنون أوكرانيون. عندما تعلن سلطة ما انفصالها عن دولة الإقليم، فيحق لدولة الإقليم أن يعني تتخذ من الإجراءات المتاحة إليها ما يعيد سيادتها على أراضيها. الوحدة الإقليمية لأوكرانيا كانت مبدأ كنت أظن أن الجانب الروسي يحترمه، وأعلن الرئيس بوتين التزامه به في بداية الأزمة. اليوم لا أسمع هذا الكلام. عودة إلى موضوع الأسلحة وتعقيمنا على السيد فيلاتوف، إذا كانت الأسلحة غنيمة فالذخائر التي تستخدم من يقوم باستبدالها؟ السلاح بدون ذخيرة فهو قطعة من الحديد الخردة لا تسوى شيئا، ولكن الذخائر مستمرة، الصراع مستمر، ولا أتصور أنهم لديهم مخزون من الذخائر يغنموه كل يوم لتعويض الفاقد. يجب أن نتعامل كناضجين مع هذا الكارثة التي تقع على الأراضي الأوكرانية. يجب إعادة السيادة الإقليمية لأوكرانيا على أراضيها واحترام حدودها التي ترسبت عقب انفكاك الاتحاد السوفيتي السابق. سيد فيلاتوف، بدون السيد تأخير. أحمد يتحدث عن سيادة دولة وعن حركة انفصالية في الأقاليم الجنوبية لكييف، حرية التصرف فيما ترى أنه مناسب للقضاء على ما يعتبره تمردنا.
أود التنويه والتذكير هنا بالحرب الأهلية في الولايات المتحدة، ومن الجيد أن زميلي من الولايات المتحدة تحدث عن ذلك. إذا ما تذكرتم أن هناك كان حرب بين الشمال والجنوب، وأود السؤال زميلي هنا هذا السؤال: من كان على حق، الشمال أم الجنوب، عندما كانت هذه الحرب مشتعلة في الولايات المتحدة؟ وأود توجيه هذا السؤال الآن للناس الذين يسكنون الولايات الجنوبية والولايات الشمالية. هذه هي مأساة أهلية حدثت في الولايات المتحدة منذ 150 عاما والآن تحدث في أوكرانيا. لذلك يكون من الأفضل إنهاء هذه المأساة سريعا وأن نتوصل إلى تسوية. نعم، طب قبل إنهاء الحوار سيد فتحي، العديد من الأسئلة طرحها السيد فيلاتوف، كيف ترد؟ بالنسبة للاستعانة بأمثلة من الحرب الأهلية الأمريكية منذ أكثر من 150 عاما، العالم تطور يعني في خلال القرن ونصف أو القرنين الماضيين بأميال وفراسخ. لو هنعتمد على الحجية التاريخية للقرن 17 و18، فإذا فيجب علينا أن نحل الأمم المتحدة وأن نعيش في عالم الغابة، وأن تحدد كل مجموعة وكل عصابة مسلحة مصير الدول. لا يتم التعامل مع الدول بهذا الأسلوب، يجب أن نقر. وروسيا عضو أساسي في المجتمع الدولي وعضو في مجلس الأمن دائم، لها حق الاعتراض وحق الفيتو، وهذا ما يمنع صدور قرار إلزامي من مجلس الأمن ونحن نعلم السبب. ولكن يجب أن يتم الالتزام بالوحدة الإقليمية لأوكرانيا. لا يوجد أي حل في المستقبل القريب أو البعيد بدون الالتزام بهذا الشرط الوجوبي. الوحدة الإقليمية لأوكرانيا مبدأ ليس قابل للتفاوض من الجانب الأوكراني، من الحكومة الشرعية حكومة بوروشينكو، ولا من جانب الحلفاء الأوروبيين، ولا من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، إذن شكرا لك من نيويورك المحلل السياسي أحمد فتحي. أشكر أيضا من موسكو المحلل السياسي في مجلة الحياة الدولية السيد سيرجي فيلاتوف. شكرا جزيلا لكم.